الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: شخص ظاهره الالتزام، فهو قد أطلق لحيته وقصر ثوبه، وله في الأعمال الخيرية والمكاتب التعاونية يتواصل مع المشايخ ويلتقي بهم ويجلس معهم وينسق لهم وينسق للدورات والمحاضرات، ولكن لديه مشكلة له وهي ذنوب الخلوات. يقول: قد ابتلاه الله بذنب وهو العادة السرية، فما نصيحتكم وتوجيهكم له؟ بارك الله فيكم، كما نرجو من فضيلتكم الدعاء له. الحمد لله رب العالمين، وبعد. أما استقامته والتزامه في الظاهر فهذا أمر أسأل الله عز وجل أن يثبته عليه، وأن ينفع به المسلمين، وأن يقر عينه بصلاح باطنه أيضا، وعليه أن يقبل على مراقبة الله عز وجل، فإن النفس لا تتجرأ على شيء من ذنوب الخلوات إلا إذا غفل القلب عن ميزان مراقبة الله عز وجل. فعليك أن تستشعر دائما وأبدا أنك لا تخفى عن عين الله، وإن اختفيت عن الناس بإغلاق الأبواب وإطفاء السرج فإن ثمة عينا ترقبك وتنظر إليك لا يخفى عليها شيء في الأرض ولا في السماء، وهي عين الله عز وجل. فلا تكن من الذين قال الله عز وجل فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي معية مقتضاها العلم. وقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فإياك ثم إياك أن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين عليك، فإنه لو حرك طفل باب غرفتك التي تعصي فيها الله عز وجل بظفره لاهتز قلبك وأسرع خفقانه خوفا من هذا الطفل الصغير وخوفا من الفضيحة. فكيف بالله تبارك وتعالى وهو يراك، وهو الذي خلقك، وهو الذي بيده حياتك وموتك وضرك ونفعك وجنتك ونارك. فعليك أن تتقي الله عز وجل يا رجل، وأن توحيي ميزان المراقبة في قلبك. فأعظم ما يمنع النفس ويزجرها عن ذنوب الخلوات مراقبة إحياء ميزان مراقبة الله عز وجل. والأمر الثاني أن تتعرف النفس على عظيم ذنوب آثار ذنوب الخلوات، فإن العلماء متفقون فيما أعلم على أن ذنوب الخلوات من جملة محبطات الأعمال والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الذنوب: أو تدرو يأتي أحدكم يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فلما سأل الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلم ينفعهم العمل في الظاهر. فكم من الأعمال التي كنت حريصا عليها من قيام الليل وكثرة الصدقات والترتيب للمشائخ والسعي في التعاون على الخير والبر والتقوى والصلوات والصوم، فرب ذنب واحد من ذنوبك التي تخلو فيها بينك وبين الله تكون سببا لبطلان ذلك وحبوطه كله أو بعضه أو أكثره. فالإنسان ينبغي له أن لا يكون كمن قال الله عز وجل فيهم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فأنت تبني في أعمالك الظاهرية ثم ترجع لذنبك السري فتهدم ما بنيته، كالذي يخيط ثوبا فإذا بلغ تمامه نقض غزله مرة أخرى، فهذا قلة دين وعقل. فإذا ذكر نفسك دائما بتلك النصوص التي تزجر النفوس عن مواقعة ذنوب الخلوات. ومما يقيك من ذلك أيضا أن تحرص على الزواج،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليك أن تتكبد حتى ولو دينا ثقيلا لا تستطيع سداده إلا فيما بعد حتى تتزوج به. فعليك أن تسعى في الزواج حتى وإن كنت لا تزال طالبا، حتى وإن لم يرضى أبوك ولم ترضى أمك، لا شأن لهم بهذه المسألة، لأن دينك والمحافظة على دينك أولى. وإذا كنت محتاجا للزواج فلا حق لأحد أن يمنعك منه، وإن منعك منه فإنه يكون آمرا لك بأن تبقى على هذه العادة الخبيثة القبيحة. فإن مكابدة أمور الشهوة مع تيسير الوصول إلى الحرام وإلى مقاطع الحرام في هذا الزمن صار من أعسر الأشياء على الشباب، لا سيما مع ضعف ميزان الدين والمراقبة. فحاول أن تجد من تقترض منه أو تتسلف منه للزواج، فإذا تزوجت أمنت إن شاء الله عز وجل من ذلك. فإن لم تستطع باءة الزواج ونفقاته فعليك بأن تكثر من الصيام بنية التعبد لله عز وجل، ثم بنية أن يعصمك الله عز وجل من مواقعة هذه القاذورات. ومما يعصمك من ذلك أيضا قطع أسباب الفساد، فإن هذه الشهوة لم تثر عندك إلا بسبب، فلو أنها لم تغذى بهذه النجاسة لما ثارت. ولذلك يقول النبي صلى يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فبدأ بالوسيلة قبل المقصود، فمن لم يغض بصره فإنه لا يستطيع أن يحفظ فرجه. وأوائل الأمور توصل إلى نهاياتها، والوسائل توصل إلى مقاصدها. فإذا كنت ممن يدخل في شيء من المواقع المحرمة أو ينظر إلى بعض المقاطع الجنسية، فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تحذفها من جوالك، وأن تخرج من وسائل التواصل الاجتماعي وأن تحذفها حتى ييسر الله عز وجل لك الزواج. ومما يعينك على اتقاء ذلك كثرة دعاء الله عز وجل والانطراح عند عتبة باب الكريم، داعيا ربك بإلحاح وتخشع وتبذل وتخضع أن يعصمك من هذه من هذا الذنب. فإن الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة، وإن الله إذا علم من قلبك الصدق في اللجأ إليه ما طردك عن بابه ولا ردك خائبا مخذولا. فإذا رأيت ما ذكرته لك في هذه الفتية فإنك بإذن الله سوف تأمن من ذلك بحول الله عز وجل وقوته، والله أعلم.